إلى أبناء الغواصي في قطاع القوات العسكرية، كفى كلكم، أنتم محل القبيلة الجسد، وأنتم حماة الوطن، ودرعي كل فرد منكم قريب مني ومن محل رعايتي واهتمامي، والوطن يقدر جهدكم وعلم أعمالكم. بارك الله فيكم جميعا، ونحن مصد عزيز قدرات ما يضمن بإذن الله تعالى حماية هذا الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء، وعن بلاد الحرمين، ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه، وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه في الداخل والخارج. لذلك أمنها واستقرارها الداخلي والخارجي مسيرتنا جميعا، والحمد لله أنتم بكل قواتنا المسلحة والعسكرية قائمين بواجبكم، وأنتم كما قلت لكم وأكرر أبناء هذا الوطن، ومن أحق من يدافع عن أبنائه. عمر الإنسان بدون وطن وبدون أمن وأمان وبدون كرامة وعزم ما لها قيمة، الله يطول. وحنا يا أهل المملكة العربية السعودية قبائل وأقاليم عشنا بكرامة وعز طول حياتنا، ولم نتعود لا على نقص أو على إهانة أو على عدم أمن. إن كان فينا طيب فهم طيبكم، كما تكونوا يولى عليكم، وإن كانكم طيبين بنصير طيبين، الله يطول عمرك، وطيبنا من طيبكم الله يعزكم. أنا ودي أختم طعونك، فقط اعتبروني محل الأخ ومحل الإبن، وإن كان صغير لكن اعتبروني محل الوالد الله يطول عمركم، وأي شيء نقدر نقدمه حنا في 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 شوفة الله يسلمكم. وإن راح منكم أب أو أخ أو ابن، ترى الملك وأنا وكل الشعب السعودي محله الله يسلمكم، وواجبنا أن نكون جزء من أسرتكم بعد ما فقدتوا شهدائكم في حماية الوطن ومقدراته وأمنه ومقدسات المسلمين.